ونقول بويز السلام عليكم، كيف حالكم؟ يا رب طيبين. معاكم يور هوست ليزي بوتيتو، وجايين اليوم نبدا التحدي حقنا اللي هو سول ليفل 1، بدون ما نلفل، بدون ما نطور احجار السكادو، بدون ما نستخدم استدعاءات للبديهيه، بدون ما نلبس ملابس، بدون ما نستخدم بليد سحر او ايش في غيرهم، البويزن والروت الخرابيط دي كلها، ما في سلاحك وتضرب بيه بس. طيب بدون ما نستخدم شيء مكسور زي العطور والحاجات هذه، في الاغلب انا حقعد ما بين ثلاثة اسلحة نفس اللي كانوا في الرن الاساسي، وبدون ما ننضرب، طيب بدون ما نلمس، لو بص لمسنا من البصات نعيد المحاولة مع البص، مو نعيد الرن كله. طيب بس عشان نكون واضحين في الصورة عشان لا تقولوا علي نصاب. فبس معاكم المخضرم المنسي صاحب الاخلاق العالية والخشم الكبير والافخاذ المعضله اوكاسا، هو اللي حيكون الراعي الرسمي للرن هذا، هذا الشخص اللي انتم شايفينه هنا. خلينا خليه يقول لكم هاي، كيف شوف مره مسوي ثقيل وحركات كده بس، ونفس سلاحنا من الرن الاساسي اللي هو قرقول بليد. فبس انت لا تسالوا على ردان دحين، طيب خلونا فرلانا والاسد الراقص هم اول اثنين قدامنا، فواحد فيهم في الاغلب هو اللي حنبدا معه. رن الضغط النفسي حنبدا فيه، في عداد موت هنا، هيجلس يزيد عداد الموت، هذا التايمر نبدأه هناك عشان تعرفوا مدة الرن كاملة. هذا عداد الموت حق الرن كامل، وقت ما نتضارب مع بوس العداد حيجي فوق، شوفوا صفر فوق هنا تيجي عند الشات شايفينها، اسمع حطها فوق راسي، استنوا ماني شايف انا. فبس هذيك حتزيد واحد الحالة وهذيك حتزيد لحالة، توصل 1000 حوصل 5000 و10000 و20000، تحداكم. ماني متأمل في نفسي اي شيء، بس قلت يلا نبدأ الرن زي ما سول ليفل 1 حق الرنج الأساسية خلصناه سمهاو، نخلص ده سمهاو، فاهمين كيف؟ بس يلا يلا خلينا نخش مملكة الظلال. نو هيت، طبعا البابل تير ما حستخدمه زي الرن الأساسية ديك اللؤلؤة. كمان أقول لك سبب كويس يا أسامة إني ألعب في السوني دحين، عشان حيجوك ناس، حيجوك المشككين، تعرف المشككين؟ هذا اللي كده كوكا كولا مدري كيف تنجري وبيكاتشو يعني لا إله مدري إيه استغفر الله، يعرفهم الناس دول، يجيك يقول لك وديع تشيت إنجن مخلي البوس يثبت على حركات معينة كذا. أنا أقطع إيش حبل الشك باليقين، مو حبل الشك، أنا أقطع زنجير الشك باليقين، هذا أقطع كل الأحبال حق الشك. خلاص بنلعب على السوني، هي تحدى عندكم نظرية للسوني. مود بلاد بورن ما حلعبه يا مازن، مود بلاد بورن حنكمل جولدن ايج بعدين. انا عندي الاوبشنز حقي دحين في البدايه، خلينا طبعا نجيب الخرائط، انا ما احب اسوق بدون خريطه. طبعا البيلد حقي شباب، عندي قرقول بليد، وعندي اللي هو المسكردي دقر، هذا كنت استخدمه مسوي لو تفتكروا ضد رادان. عندنا الهامر المطرقه، وعندي لورد سورن جريت لورد سيف اللوردات المستقيم. طيب هذول هم اسلحتي في الاغلب، حيكونوا في الاضافه ما حضيف عليهم شيء ثاني. نديم شكرا على الفولو، فصدقوني بطمحط من الكل يا عيال، ما حطمحط بس من رادان، ما حوصل لرادان، ما اتوقع اوصل رادان، العب بعين واحده واوقف على اصبع رجل واحد. صح انتوا تبغوا كذا تنبسطوا كذا، فكر اروح الرلانة اول عشان نجيب من وراها الطاليزمان ابو اصبعين هذاك اللي امسك السلاح بيدين يزيد الدمج حقي. ما حستخدم استدعاء، طيب استدعاء زي قلته هنا في سول ليفل 1. لا لا يعني كل يوم ممكن نلعب 3 ساعات ساعتين 4 زي كذا، ما حنلعب بالطويل ترى يا شباب، للاسف للاسف في دوام، لو ما في دوام تلاقينا هنا كذا ما نقوم. ايش يسموه سباثون؟ سباثون بس بالبوسات، ما نوقف لين نكتب كل البوسات، ما حجرب ولا شوفوا اقترحوا اسلحه من هنا لبكره، ثابت على الاربع اسلحه اللي عندي، اتوقعوا اني حموت 700 و800 مره عند كل بوس. طولوا بالكم واستمتعوا، بس هذا اللي اقول لكم هو. تبوا تقترحوا عادي، بس يعني خساره حروف فيكم، يعني ما اعرف، احس الحروف في الكيبورد، كل كيبورد له عمر افتراضي، يعني يكتب كذا كل كيبورد مثلا يكتب 2000000 حرف بعدين خلاص يتعطل، فاهمين كيف؟ ف تبغوا براحتكم خلصوا. المشكله اي لمسه، انا متاكد اي لمسه بتقتلنا. لا رلانا اول، الأسد الراقص ما في فائدة من إني أقتله الحين وأنا دمجي شوية واطي، فأفضل رلانا. خلوني أشيل البابل تير بما إنكم فكرتوني. بث هنا وعلى اليوتيوب، وحينزل على اليوتيوب كمان بعدين سلسلة ملخص، يعني البث كامل حينزل على اليوتيوب قناة البثوث، بعدين الإيديت والحركات حقنا في القناة الأساسية. نيرو شكرا على الفولو، وفي الأغلب ضمن النزلات حق المود هذا بنزل لكم الشرح حق الـ DLC اللي حنسويه.
اجرب على بلاي ستيشن 4 يقول لكم، اللي جرب على بلاي ستيشن 4 يقول له كيف الاداء، جرب الاضافه. اتوقع اللعبه الاساسيه ما فيها كلام. الكلاب مشكله يعني، ايش حسوي معاهم؟ والله شيء ممكن يقتلني يا عيال. Life is difficult. تعرف انه الحياه صعبه ولا ما تعرف يا عيال؟ اتوقع السنجاب يقدر يقتلني. اتوقع انه السنجاب يقدر يقتلني. I believe. هي الداشي أوكاسا، هذا أوكاسا الذي عهدناه، سيد الداشات. للأسف الداش تنرف كثير من آخر مرة عملت الرن. أنت أول عدولية الكلب، وأنت أول عدالية. استنى 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 ويهو ما في استمنة. أندرادان في كل الأجهزة توصل 9 فريمات، مو بس سوني 4. كلاب كلاب كثير، كلاب كثير. لا الله، توقع حتى الكلاب عضتهم مو تمام ترى عيال. توقع بعضة واحدة أموت سريع سريع. هي ما حنلبس شيء ولا شيء. هذا الرن حلاوته إنه ما نستخدم ولا شيء. اليد غريبة ما بينط على قدام. أهلا فهد ولكم. بس بيناتو شكرا فلو. تورد ده التحدي مرة تورد، بس خلاص هو ده اللي بنسويه. يحيح. احنا انا قلت لكم يعني لو قتلنا رلانا والاسد الراقص جزان الله خيرا. احنا نشوف ايش السالفه، راح تلقم اي عادي، عشان هم مصممين يا هويدي انه انت ما تعرف تلعب. خلصت الرن بما كثير، اول كنت تعرف تلعب دحين تغيرت. دحين حثبت لهم اكثر اني ما اعرف العب. يكلب على يميننا. اي والله اي نو يو، اي هاف سين يور كايند تايمز اند تايمز اجين. يا رب يا رب يا رب. ها 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 ها، بيعضني هذا عيال. اوهو والله الموت في كل زاوية. احتاج تركيز ابدي هنا، لازم امسح النظارة كمان احسها موسخة. مش اللي استخدم السيف الكبير، الامور زينة. اوه والله مشوار. يا اخي مشي حالك. مت ما مت الحمد لله. باقي لي شويه مانا، افضل اني ما اشرب. فازوي شكرا على الفولو، افضل اني ما اشرب. يب 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 يب، ما حشرب. هنا باقي اثنين بس وحشين، اللي على الدرج هنا ممكن مره يضربني، مره احتمال انه يضربني عالي. لو ما تحرج امشي ذا كله، والله مشوار. هاي انقلع، هذا كمان ممكن يضربني بالضربه اللي هي زي حق رادغون. اوه هو هو، لا تجي لا تجي لا تجي. وصلنا. فشباب لو تبغوا فعاليه بسيطه، اتوقعوا كم عدد الموتات اللي حموتها، خذوا سكرين شوت. طيب لنقتل البوس، يعني اكتب توقعك في الشات هنا، خلي التاريخ يكون باين الوقت. لا تسوي لي حركات ها ها. طيب ممكن بعدين اعمل لكم شيء على اساسه 700 تحت 1000. بس واثقين ما شاء الله لين 100 تراي. يا عيال انتوا عارفين 100 تراي هذه ممكن تاخذ 4 ساعات. 100 تراي تتوقع اقعد 4 ساعات عند رلانا 69؟ ايه والله كثير. خذوا سكرين شوت بعدين اقول لكم ايش نسوي فيها. طيب لو زبطت اللي يجيب، لو قتلنا رلانا ايوه، لو قتلناه وجبنا نفس عدد الترايات اللي انتم متوقعينه ومثبتين بالتاريخ والوقت في الشات حقي، طيب لكم شيء من عندي ان شاء الله. ابوريكم شيء على بال ما تخلصوا توقعات. شوفوا ذا، استنوا اكبر نفسي شويه عشان اشوف معاكم، ماني عارف الفوكس كيف. جتني هديه بمناسبه اخر بث، شوفوا. نفس الغره. بالله شوفوا يا عيال، هنا حاطط سوني وكاتب تويتش وليليز بوتيتو، هنا مكتوب اسمي. طيب ايوه جزا الله خير، انسان جدا احترمه جدا اقدره. اجاب لي هو يعني لونه اسود بلون روحي وكذا، المفروض يكون لونه احمر مو اسود على فكره يعني، بس المفروض يتلون ترى، لونه بعدين الصقه على هذا. ايوه حنلونه ان شاء الله، هي الفكره. جاب لنا هذا، في هذا ثقيل كمان شوفوا، هذا يوسف هذا.
جاينا تفاصيله باينة أكثر عشانه صغير مكرش كذا عنده غمازة ببطنه. هذا الميمك هذا الميمك يا عيال. خلاص جاهزين أول تراي. هاي 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 بسم الله يا أخي سعد لقلبك يا تركي. كم تو مي بيبي. ليش ما سويت شيء؟ متعودة تجري خافت. الهيبة. أهلا وسهلا. أنا قاعد بعيد عنها ما تسوي لي شيء صح؟ ما أدري كيف من ضربت ضربة. شكرا شكرا على السبسكرايب جزاك الله خير. أوكي جالس أدرس الوضع أنا. هي لا خايفة متعودة هجومية ودا تضرب 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 تضرب. قاعدة بعيد يا دوكاسة مروح صح. هاي خلاص أول ما تباعد. البلد هذا هو قرقول. عندي هذا كل ما خف وزني يزيد دمجي. أقردان خمسة سترينت عشان أقدر أمشيل السلاح مع هذه. وهذه لما يكون دمي كامل أضرب هي. بس أنا ما فهمت إن ليه ما إيه متعودة كذا تجري. هذه هي أختي التي تعودت عليها. أوكي بسم الله. طول بالك وخلص تلعب نوهت. أتوقع في ضربات عندما تقتلني هذا. وفي البابل تير ما بستخدمه أخي. متعود كنت أستخدم البابل تير. أوكي هذا أتوقع المساحة دي كلها ما تكفي. هذه يعني هذا لو تجي صفر هنا وصفر 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 هنا وهنا 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 ما يكفي. أجيكم كذا بعد ثلاث سنين بلشت بعد 20 سنة. يلا شباب جينا نكمل البث اليوم حنقتل رلانا. لسه عندي البابل. أقتليني. استنى هذه حق مونك صح؟ ما موت بضربة أشهده. ما موت بضربة عشان اللي يقولوا كده كده حتكون نوهت. اهي بات في تشانس اني اعيش حق ضربة. يفرق ما يفرق بس في تشانس. ما حامل حتى بيرفكت صد. لا بيرفكت صد حيسهلها ولا شيء. انا وسلاحي وار 1 داشات ودائرة بس. ما نبى حق الدفاع ما نبى ولا شيء. نوهت يا مونتي. يعني نقعد بعيدين عنها وامورنا زينه بتكون. اوكي من ضربنا هنا هنا في مجال الضربه. اوكي طيب لا يلعن شكل الشيطان. طيب لو قتلت المره دي كان لي 10000 دولار راحت علي. انت عارف هذه زي تعرف ايش اللي بتقولها دولة. زي اللي لو اشتريت بطاقة نصيب ممكن تفوز 100 مليون دولار. فاهم كيف؟ نفس الشانسز عمرك ما حتفوز زي ما تبغى اختي. لا 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 هي مفهومة شوية. اي اهم شيء الضربات الاساسية بالراوغة هذا شيء يطمن. ليه ليه هذا اخطر شيء ممكن تستخدمه ضدي ترى. اي بعد انا حاخذ استراتيجية اضرب ضربة وبعد. بس لازم هي تسوي اكشن اول يا اخي. والله ما ينفع كذا رنا. خلاص يجي ما حشتكي مره بتوقف بعيد يا اخي. هنا ممكن اضربه ضربه. ايوه ضربه. استنى خلاص قتلت انا كذا قتلتها. خلاص يجي بعد 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 بعد. لا لس هنا. يا هاي 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 ما كملت الكومبو. لو كملت وكمت هنا ضربة طاع. والله المشكلة الفيس الثاني يا عيال. صدقون الفيس الأول شيء والفيس الثاني مرة شيء ثاني. رينزو شكرا على الفولو. لا دقي دقي. ايوه 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 يا اخي جزاك الله خير. جزاك الله خير يا انانيمس كثر خيرك الله يعوضك. دقيقه لا تعملوا لي ديستراكشن عن اتراي الله يرضى عليكم. هي هنا فرصه. هي اطول تراي. هي 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 هي
أما ضربة بعد بعد كذا طاع بعد نظام التبعيد عارفين بس بعد أنا. أيوة أهلا وسهلا دي أعرف أراوغة. ضربة بعد بعد مرة كمان اخس ما كملت الكومبو. استنى 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 هذا تراي تعريقي حلو. اضربي غبية تقر. ايوه بعد هاي هاي استنى 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 بشرب. اهلا وسهلا. ايه هذا اقدر روغه. يب ضربة اوكي الدش حلو فيه بيبعدني عن الرنج حقه. هنا تشانس اضرب طاع اوكي مت. دقي 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 والله عيال تراي مره كويس ارعب ابدي. بلا 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 هدوء هدوء الله. ايوه كمليها وطاع ضربته والله لعبة رعب صارت. الدنيا رعب مو الدنيا رينج. اضربي طاع الله دمج ككية نظام هروب معاها. الله تسوي سبام. انا حسوي سبام يحق لي عيال ولا او نو 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 ضيعتها. هنا كنت الصق فيها بعدين طع. ايوه الحين بعد 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 ما عندي فكره ايش حتسوي. هنا ايش اسوي يا عيال. هي ضربه بعد هذا كومبو لا نهائي صح. ما في استن ما اقدر ما اقدر طولت مره. جمب اتاك ما اقدر يخوف. انت عارف انا اسوي جمب اتاك لين اقوم ممكن تسوي لي حبه. عندها ضربه كذا حركت الكاميرا شويه انا. هلتا 29000 كم ضربه يعني يا ريان؟ لو انا بضرب الضربه الواحده 300 لازم 100 ضربه ضربه. بس لو ستنت يخلص التراي اسرع. شفت الستن يضربها 3000 صح؟ يلا يلا تريت اتوقع الحين اللي شفت راي زي هذا قبل شويه مره حنطول. بس فهمت اني لازم اقعد بعيد عنها شويه. في ضربات معينه سيف زي هذه هذه سيف اني اضربها وزي كذا بعد على طول شايفين. هذه ما اعرف متى تجي فما حضربها فيها. التراي الثاني هنا بجرب اسوي كذا وشفت والله وكاسب عفن للدرجه دي مره تاركه مسافه بيني وبينها. بس كل ما اكون هجومي اكثر كل ما تريت بيكون اسرع. ضربت جي جي. احنا ما نبغى نقتلها بالدمج الزياده نبغى نقتلها بان نحفظ الضربات ونحفظ كل شيء عشان هي لعبه سهله هذه انتم فاهمين كيف. كل الناس يقدروا يدخلوا الضرب ضد كمبيوتر ويحفظوا حركاته. اللي خلني ساكت. اي 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 اي, أي. ضربه هنا ما توقعت الضربة اللي كذا توقعت الطعنة. يظني إبراهيم لا لا لسه حرجع له بعدين يا أنتر سايبه لبعدين عشان هو جسمه كذا جسمه مو متناسق. هذه على الأقل أشوف يده ورجولة فاهمين كيف ولو إنها تستخدم سحر غشاشة. تراوغي بالله تكفى لتراوغي. الوضع مرة مو ناقص مراوغة. أضربي وينكم وين 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 في اللعبة؟ والله في الرن الأساسي أفتكر ورا بعض. ما توقف ما توقف. ما في استمنة. لازم يعني حتى مرات نقدر نراوغ كل شيء ما نقدر نسوي شيء فاهمين؟ عشان حتضربنا. ارمي ارمي سيوفك. هذه ضربتين. هنا جنب أتاك أتوقع. روح يا آخر الدنيا. الحين تجري علي هنا ضرب. الحمد لله انه ضرب ار1. اوه
ضربة R2 هنا بدون كر. طيب ضربة. الله يرضى عليك. ام 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 وكاسة. دقيقة نشرب بما انه عندي فرصة. ضربة جديدة. اول مرة اشوف الضربة من قريب. استغربت لما سويت لي كذا. محمد انا ما اتوقع نوصل لرادان. ابشركم انا توقعاتي الشخصية اني ما حوصل لرادان. اتوقع حوصل مرحلة كذا. شباب عشان المحتوى حق القناة وعشان القناة لا تفشل لازم اغير لعبي دحين. ما ينفع اكمل المثوث هذه. اجيكم كذا اجديكم 200 مليون عذر عشان اوقف البثوث دي. كذا اعمل لكم لسة 100 عذر اني اوقف البثوث دي. الاروان هي امن شيء. ما عاد بالضربة الثانية استاهل. ما لها الا ضربة واحدة هذه. يمديك تغشها. شباب دقيقة طف الشاشة بس دقيقة كذا وبعدين لقد صرعت الزعيم. مدري صح تم صرع الزعيم فجأة. اوف قتلتها بالغلط يا عيال. الوقت المتوقع انا اقول لعبة اساسية اخذت مني 74 ساعة افتكر او اقل من حدود دي اخذت كذا. اتوقع هنا زيد الشيء. اتوقع 70 ساعة لو تبي توقع المنطقي يعني. رادان لوحده يبغاله 70 ساعة تانية. طبعا رادان ما نحطه في الحسبة دي. اليد ايه لما اضغط الدائرة يضغط اكس. اصعب تحدي. بعد عنا بعد عنا. اوكي قرب منا قرب منا. ليش بعد عنا وقرب منا؟ عشان ورا السيوف الثلاثة ذيك استخدم الجمب اتاك حق هذا. الحلو في الجمب اتاك خمسة جمبات تقريبا وهي متستنة. خلاص كومبو خلاص. واو صدفة سويت سبام مش اسمه التو بدون ما اتكلم ولا اتحرك. تتوقع التركيز هو المشكلة يعني؟ انا ما اتوقع انه هو المشكلة بس طيب ابشره. لما يكون التراي كويس حسكت. انا احس في ترايات ما حتكون كويسة. تقطع فما عاد. كيف هي تقطع؟ ما بتقطع يا اخي كويسة. ها ها كاميرا كويسة. كاميرا كويسة. هلو هلو هلو. او تقطع يدي. ايوه تقطع يدي هنا. شوف كده طق تقطع يدي عشان انا حاطة جرين سكرين ورايا. ماني قادر افهم يا مازن. ايش افهم ترى غبي انا دحين غبي يا مازن لازم تفهم. ما في تفكير في راسي غير كيف اهزمها ترى. خلاص الله يعين سوالف. هلو الله يعين. اوكي اطفي الكاميرا انا اصلحها. اي لا تخليه آخر 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 مقياس. والله مرة أقول لك غبي. عليكم السلام ويلكم. إيه طلع قصده إنه يعني أطفيها صلحها أرجع البوس ميت. تفهمين كيف؟ مرات أحس نفسي بعتذر له إنه ضربته. والله أحس نفسي قليل الأدب. عرفت أبطأ موت شفتها جايتني بحياتي. الأرتو حلوة تستن. يا إني أتخلى عن الستن. شكلي حتخلى عن الستن. نقعد شوية شوية نقطع في تشبية بس فستو ما أدري كيف هسوي. ألزق فيها وديع. ما ينفع ألزق فيها. في عندي فكرة بما أني بستخدم سلاح شوية طويل. فكرة غبية بس تعرف وجوي الأفكار الغبية أنا. غبية. كنت عارف أن الضربة جاية وأبغى راوغ بس أسأل بس أنا أصعب من جاتسكن. أنت قصدك على أيام معاناتنا مع جاتسكن. لازم تفكرنا بالهم ذوك الاثنين. الله ضربتها يا عيال. شفت الضربة بالله. هنا شوفوا في فرصة كذا تسوي الكومبو ذا بس الرينج حق السلاح مرة أبدي. ولا كلمة ولا كلمة ولا حد يقول لي كيف راوغت. راوغت عشان أعرف ألعب. مرة ما كان حظ. أدي أيوه أسوي أنيميشن أنا كل ما أجي أطعنهم. واحد اثنين وبعد ايوه طع بعدت استخدمش. يا اسوأ ضربة. ايوه احلى ضربة. سكاكين سكينة. لا مات يا ليت لو ما توقف. نفسي لو تكون اجريسيف. نفسي انها ما توقف. نفسي انها ما توقف والله. لما جلي احس نص عمري يروح. احس ضيعت وقتي بالهزمه. طع
يلا عن شكل الشيطان غيرت الكومبو. ايش التريجر انهم يغيروا كومبو؟ رحميني رحميني. نص ثانية تتأخر ما تضغط داش على ورا على طول ما عنده. ايوه والله مرة يقر. هذا زي سكره نظام انه البوسي يوقف الكومبو ويغير لك على كومبو ثاني، بس هو بالأصح ما بتغير، هي نص الكومبو عندها أو اثنين أوتكمز، يعني تستخدم ذا يا ذا وحسب انت قريب أو بعيد. شوفوا عندنا لين الساعة 10 حيصير زي كذا. طيب بس عشان نديكم كذا يعني نظرة مستقبلية للبث، في تشانس في فرصة 0.05% اني اقتلها فجأة. هذا شيء ما حيصير عشان لسه فيستو ماني عارف ايش الضربات، ما بوصل له بشكل اساسي. وشايل هم البص الكلب ترى اكثر من دي، شايفين هذه كيف كذا بترفعني وتحسه ما في امل. ذاك الرقاصة ما ادري شو وضعه، احسه اسوء منه كذا عشان يجيب كهريب ويجيب هواء ويجيب ثلج. ثلج احس مستحيل. نيم شكرا على الفولو. اتوقع كل حاجة من اللي بيجيبها تقتلني وان شوت. بام بام بام. اشحني كنا اشحني يا اخي اشحني اشحني. انا عجبتني الضربة دي اللي اكتشفت اني اقدر اعدي منها بدون شيء. كومبو سيء، هذا كومبو ما اضربه فيه. شفتوا الطمع؟ هذا السارق بشوية مثال على الطمع الابدي، وهذا كمان طمع. هذا الطمع استن ايه. هذا طمع صحيح، هذا الطمع الوحيد اللي ممكن تسويه صح. بعد عنا تشحن كسوردات. بعد اشرب. لو ما كملت الكومبو كان مداني. بعد اضرب ايه استن. يوه استن راح كبري. تحكي على وجهك شوية يا الله. ولا كومبو صح والله راح الستن. تدخل فيستو كويس دحين. اوه شوف شوف لا جاتني نفضة يا ولد لما شفت راي حسيته هو. وشايفين التراي اللي هذا قريب قريب والله قريب التراي. الداش حلو، الداش مرة أعطاني فرصة مرة حلوة. في كمان في شوية حظوظ يعني في. أهلا عندي خطة ماني عارف قديش مقدار نجاحها. لازم نعبي الاستامنا شوي. غبي تنحت. استسلمت قلت ميت ميت. اصعب نهايه ما اتوقع.
يبغالي اشرب. ما توقعت هذه الضربة. غبية غبية. روحت كل انواع استن ممكن تجيها. وين؟ استنى مرة حلو جاية. جزاك الله خير. قلب فقمة. together r ايه ضحكتني يا اخي. r يا الله. قهوة ينام. إيه عبد الله طبيعي بالله. أنتوا أنا الوحيد اللي أشرب قهوة ينام. هي شوف هي ما حتأثر عليك وقت النوم، حتأثر عليك في الصحية وممكن تحلم حلم مو كويس. أوكي فترات صارت سريعة. إيه أنا كاتبها في التويتر. هو نفس الشيء أنت عارفني علي. شوف أنا أقرأ الشات، أنا إنسان قارئ للشات. يعني ميزتي في بثي إني أقرأ الشات كويس. مرات تفوت مني حاجة بس مو شيء طبيعي ترى. فلما تكتبوا نصيحة كثير كذا مرة كذا مرة كذا مرة يعني في الأغلب شفتها. فاهم كيف؟ في الأغلب شفتها. ليش ما بسويها؟ شيء راجع لي. أغراضي بس فصخ وخش عادي. مرة ما في أغراض. البس اللي يناسبك. لابسين سبعاوي ولابسين سلاح القرقول، هذا سيف القرقول العظيم اسمه كذا. أقدر أضربك ولا لا؟ والله ما حتموت شكله ما حتموت يعني لا اليوم ولا بكرة ولا بعد وخلاص للأبد. يس أساليب العبيطة وتحديات الغثيثة اللي أنا أسويها أحط نفسي فيها واستاهل. هذا اللي أنا بسويه في نفسي. شفتوا اللي يجيب الكلام لنفسه هو أنا. أنا اللي اخترعت سالفة إنه الواحد يجيب كلام لنفسه. غالبا بكرة نشوف. الله في آخر لحظة. نايس تن. اوه هذه هي.
حسب حركاتها اللي هستخدمها. كيف اشرب؟ مو جنبها، مو جنبها يا وديع. شباب قمرين، ايه بويز 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 بويز، هذه هي هذه هي هذه هي، خلاص 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 خلاص. ايه ايه بوتي فاينالي. الرحمة ودي تشك 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 تشك، انا واقف على الكرسي حاليا. بكرة تايسون، بكرة 261 تراي يا لطيف. احب راسك شيخ شيخ كلكم. بايز قتلنا، ليتس جو، الحمد لله. فول ذا بات ويلكم. تزيد من تركيزك. اي سي اي سي اي سي، والله تراي لطيف، مثال. تعرفوا المثالي، اول مره احب نفسي على تراي حلو زي كذا. قتلناها. وين براق؟ نفس البراق موجود. يلا الحمد لله. اللي بعده كذا ما ارتاح، ما حق اللي ارتاح. ثلاث ساعات قاعد ندق انا يا عيال، انضرب والله مسكين. انا غلبان ترى، رفقا بالعواجيز. والله يدي شي، شوفوا. انا اقول خليها بكره. والله الله فيه معاناة مستنيتنا في الرن يا لطيف. 260 تراي في أول شيء أضاربه، إيش الرن هذا؟ مرة بداية غير مبشرة. بس بويز يعطيكم ألف عافية، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالبوس هذا وبالرن. قتلناها في 262 تراي، يعتبر هذا تراي رقم 262، هو الموتى رقم 261 هذه، بس تراي رقم 262. الله يستر، أخذت مني قريب 6 ساعات، نشوف إيش بقي لنا. لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب في اليوتيوب. اللي يحتاج مني أي شيء موجود في ديسكورد وانستغرام. انستغرام عندي مشكلة فيه اليومين دي، ما بيبين لي كل الريكوست، فمعليش لو حتأخر في الرد عليكم. طيب، وموجود في تويتر برضو بعد. تقول نفسكم، لا تحرموني من شوفتكم وجيدكم. أحبكم كلكم، و مع السلامة. أقدر أقول مع السلامة، أنا مرتاح.